هو عليكم. اول حاجه لا عاد احد يناديني الحين عزيز الفنان القدير، يعني طبلوا لي ترى والله العظيم انها اول عمل. صح طردني فارس السيد من الاستديو، لكن ما في مشكله، من بغى شيء الله شيء. سلام عليك سم حبيبي، الله يطول عمرك. يلا 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 بسرعه، يلا يا رشيد. اول حاجه نرحب باخواننا المشاهدين، اخواننا واخواتنا المشاهدين، يا مرحبا ومسهلا. ايش رايك بالشاره؟ ادري ان شاء الله انها زينه. ولا ننسى ان شاء الله نذكر في وقف كفاله اليتيم في مكه التابع لجمعيه رؤوم، 300 ريال كفيله انها تعيش يتيم مدى الحياه. ركز اني قلت 300 ريال. ومين اللي طلع معنا الاسبوع اللي طاف؟ عبد العزيز. طيب والاسبوع اللي قبله؟ ابداح، طاهر، عبد الله وعبد العزيز. طيب ايش رايكم اللي يطلعوا يجون كلهم جهه واحده؟ مو بافضل؟ وعلي دعم كان طاهر بس. اللي طلعوا رايحوا يمين، الله لا يهينكم، لان هالمره احمد عبد الرحيم زعلان عليكم. المعد ارقام بس ان نلحق الاسابيع الجايه. اختار واحد اللي كنت ابيكم تختاروا واحد. والله انا بس والله عي احمد، اسمحوا لنا هالمره هذه. لا المره هذه حضوركم افضل كذا. ايوه تصير ارتب عشان نجيب انصاف. عشت ايامك يا سام. الله الله الله، ما قلت قصيدة. لا لا دخل قصيدة. لا لا مو بخور. خد عرسك انت حاضر في عرسي. ترى انت ناويك على شيء انت وايمن. وين ايمن؟ والله انتوا اخذتوا؟ يلا مزود رقمين يا احمد. لا باقي في شباب ما يجوا. باقي ايمن نواف عقاب. ايمن ونواف عقاب وينهم؟ طيب اسمع اسمع عزيز، اعتبر واحد هنا واحد هنا، لو جو نعطيهم الارقام. انا عن نواف مثلا. يلا وهذا عن يلا يلا يلا. انا عن ايمن. سم عن نواف. وهذا ايمن. انا ايمن. خلصوا 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 خلاص يا عبد العزيز. زين يا شباب اليوم القرعة مختلفة. ارفع صوت السبيكر بس عشان يجون الشباب. يا نواف نواف وايمن يلا 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 بسرعة بسرعة، ما بيبدأ وانتم ما انتم موجودين. يلا يلا يا عيال عجلوا. نواف شكلنا عسكري على هالمشي. عجل عجل يا نواف. هرول هرول بخطوة سريعة. راح ارحب 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 ارحب. يلا عجل. فقرتنا او قرعتنا اليوم مختلفة، وزعت ارقام ويكون على الشاشة مسائل. مين فيكم يفهم في الرياضيات؟ علي، سلطان، عبد الله، ابداح، عبد العزيز، علي بن هادي، جبر، جدو، تركي. زين خليك منص يا نواف. زين وتطلع مسائل. نتيجة المسألة هذه مثلا، نتيجة المسألة هذه خمسة، اللي معه خمسة يجيني. حلو، فكرة جديدة ومنها كثر فعاليات. لا 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 مو هالحين، شكلها خمسة ولا ما معك؟ معليش حطون المسائل على الشاشة. دقيقة قبل لا ابي واحد رشحوا لي واحد.